وسنستعرض الآن أول نتائج في شوط المهور بعمري 3 سنوات 2000 ألف مع المهر رقم 156 إيجي أنمار لخالد غانم مبارك العميري في الهوية العربية 19.5 من 5 حكام 19 من حكامين الرأس والعنق 19.5 من 3 حكام 18.5 19 من 3 حكام الجسم الانسيابية 18 من 5 حكام 17.5 من حكامين القوائم جاءت ب 15.5 من 6 حكام 14.5 والحركة 19 من 5 حكام 18.5 من حكامين بمجموع 90.9. إذن إيجي أنمار يحصل على 90.9. شاهد الآن أيضا نتيجة أخرى لمبروك الصيعر مربط الصيعر الخيول العربية رقم 157 في الهوية العربية 18.5 من 3 حكام 19 من 4 حكام الرأس والعنق 18.5 من 5 حكام 19 من حكيمين الجسم والانسيابية 17.5 من 6 حكام 18 القوائم جاءت ب 15.5 من 4 حكام 15 من حكيمين 14.5 والحركة 19 من 5 حكام 19.5 من حكيمين بمجموع 89.3. نذكر هذا الشوط الذي يشهد مشاركة 10 مهور هنا الميدان الفرعي وعمليات الإحماء للمهور المشاركة، وهي خطوة ضرورية قبل مشاركة المهر لتعطيه دافع إلى الانطلاق إلى أرضية الميدان مثل ما نشاهد الآن. المهر رقم 159 يشارك في هذا الشوط، وهنا الدوران والعارض، نشاهد حكم الساحة يوجه العارض إلى الالتزام بالمسار في أرضية الميدان. أكيد شخصية بارزة، أو يجب أن على حكم الساحة أن يفرض شخصيته على العارض، الالتزام أيضا بالقوانين، وإلا الكرت الأصفر ينتظر بالمرصاد. نعم شاهد، إذن الآن يوجه حكم الساحة إلى التوجه إلى منتصف الميدان للتقييم الثاني، وهو القوائم، الجسم الانسيابي. نشوف حتى الحكم الياس إبراهيم ينظر إلى الجسم ويقيم وينظرون، شوف كل حكم عينه على شيء، حكم ينظر إلى الهوية العربية، حكم ينظر إلى القوائم، حكم ينظر إلى التوازن وأيضا التناسق ما بين القوائم بشكل كامل. الآن العرض محاولة تثبيت المهر لإبراز التناسق، نشاهد الآن العين على القوائم وأيضا نظرة هنا إلى أيضا العنق. محتار الياس، محتار يدقق على الخيل. إذن هذه لقطات من ثاني أيام بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية، التي نؤكد أنها واحدة من أبرز البطولات في رزنامة جمال الخيل العربية، والتي ستنتهي غدا وسيكون آخر أيام هذه البطولة مع أشواط الفحول وأشواط البطولات. الآن مع نتيجة جديدة للمهر رقم 158 نانجا بربات اس دبليو لعادل عمر المرزوقي في الهوية العربية 19 بإجماع الحكام، الرأس والعنق 19 من 5 حكام 18.5 من حكمين الجسم والانسيابية 18 من حكمين 17.5 من 5 حكام القوائم 15.5 من 3 حكام 15 من 3 حكام 16 و جاءت الحركة ب 19.5 من 6 حكام 19 بمجموع 90.3.
And what was the entrance of Gaelic number 160? We have the results now for Gaelic number 158 and Nanga Parbatas W, signed by Excalibur EA out of GV Narina. Rudyons by Adal Omar Amrazuki and Nanga Parbatas W scores a score of 90.30. وأمامنا على الشاشة المهر رقم 160. In front of us and in front of our judges, we see the next contender in this class, the first group of the three-year-old colts. We have 160 in front of us. Today we will finalize all the junior classes from our male section, the 1, 2, and 3-year-old colts. Tomorrow we continue here the competition in Fujera with the senior stallions for their competition. And of course, as the Grande Finale here in Fujera, we have the championships of the 2023 edition of the Fujera International Arabian Horse Championship held here in front of the historical Fort Fujera. We now, ladies and gentlemen, heading to the results for the next contender, the results for Gaelic number 159. دان الزبير رقم 159 لجميل محمد الرشيد في الهوية العربية 19.5 من 4 حكام 19 من حكمين 18.5 الرأس العنق 19.5 3 حكام 19 من 3 حكام 18.5 الجسم الانسيابية 18.5 من حكمين 18 من 4 حكام 17.5 القوائم 15 من 4 حكام 15.5 من 3 حكام والحركة 19 من 6 حكام 19.5 بمجموع 90.8. Results for Gaelic number 159, Daniel Zobair, signed by Lisa Rush, classical devotion MI, Williams by Jamila Mohamed Al Rashid. Daniel Zobair scores a total of 90.80. الآن نشاهد هذه المشاركة للمهر رقم 161. إذن أربعة مهور هنا المهور القادمة في هذا الشوط. الشوط الذي يتصدر حتى الآن إي جي أنمار لخالد العميري ب 90.9. And in front of our judges, the next contender in this class, we see card number 161. مع نتيجة إي إس شام لحسن سيف الزعابي رقم 160. في الهوية العربية 18.19 من 6 حكام، الرأس العنق 18.5 من 5 حكام 19 من حكمين، الجسم الانسيابية 17.5 من حكمين 18 من 5 حكام،
القوائم 15 من حكمين، 15.5 من ثلاث حكام، 14.5 15، والحركة 18.5 من خمسة حكام، 19-18 بمجموع 89.3. Results now for category number 160. Yasham sired by Yasprins out of Yeshara, Rolions by Hassan Saif Velzabi, and Yasham scores a total of 89.30. Thank you so much, category number 161. We now like to welcome the next contender in this class. And here we go, ladies and gentlemen, please welcome the next contender in this class, category number 162. Ladies and gentlemen, it's set to announce that category number 162 is out of competition because the horse is lame. And that brings us to the next contender in this class. We'd like to welcome now category number 163. الآن مع نتيجة رسان الزبير رقم 161 لفهد شنوان الشمري في الهوية العربية، 19.5 من خمس حكام، 19 من حكمين، الرأس العنق 19.5 من أربع حكام، 19 من ثلاث حكام، الجسم والانسيابية 17.5 من خمس حكام، 18 من حكمين، القوائم 15.5 من حكمين، 15 من أربعة، 16، والحركة 20 19.5 من ثلاث حكام، 19، وهنا متصدر جديد 91 لرسان الزبير. Results now for category 161, رسان الزبير signed by فخر الزبير out of نوادر الزبير produced by فهد شوان Ashimari, and Razan Azubair scores a total of 91 points with a 2x24 movement.
Thank you so much to colleague number 163. We now like to welcome the next contender in this class. Please welcome colleague number 164. In front of us and in front of our judges here in Fujita, we have the next contender. Please welcome in front of us, colleague number 164. نتيجة المهر رقم 163 غيث الريماس لعويس سالم ثعلوب الدرعي في الهوية العربية 19.5 نربع حكام 19 من 3 حكام الرأس والعنق 19.5 من 3 حكام 18.5 19 من 3 حكام جسم الانسيابية 18 من 6 حكام 18.5 القوائم 15 من 3 حكام 14.5 15.5 من 3 حكام والحركة 19 من 5 حكام 19.5 18.5 بمجموع 90.7. Results for colleague number 163, Gail Arimaz, signed by Esme Magic One, out of Ola Arimaz, produced by OS Adam Alderi, and Gail Arimaz scores a total of 90.70. In the meantime, in front of us and in front of our judges, we see the last contender in this class, the first group of the three-year-old colts in class 7A. We're slowly heading to the results.
Prokhorelyumov 164. الآن مع نتيجة جديدة تظهر على الشاشة لرقم 164 فهد ياس لبخيت سعيد نوبي الكتبي في الهوية العربية 19.5 من 5 حكام 19 من حكمين الرأس العنق 19.5 19 من 6 حكام الجسم والانسيابية 18.5 من 3 حكام 18 من 3 حكام 17.5 القوائم 15.5 من 5 حكام 15-16 والحركة 19.5 من حكمين 18.5 19 من 4 حكام يخطف الصدارة فهد ياس ب 91.2 لبخيت الاكتبي Results now vocal number 164 فهد ياس signed by Gull of Shanghai out of Gornogala Wajar Ballooned by Begizit Al-Kabi and Fadal Yas scores 91.20 so far in the lead in this class. And thank you so much to the last contender in this class. We saw colleague number 165. Thank you so much to our judges. We're waiting now for the scores for the last contender before we will announce the top five. And then we also know who will compete in the championship tomorrow from this class. Society. The numbers 1, 2, and 3 place horses are automatically qualified for the championships tomorrow with the last and third day here in Fujairah, the Fujairah Arabian Horse Championship 2023. And engrave a tale on every door and window. We are the origin of what we built. We are some of this beauty, or could be all of it. Ajmal, Arabian Horse Stud. What a wonderful evening we have here in Fujairah, ladies and gentlemen. A fantastic atmosphere, a fantastic evening here in front of the historical Fort Fujairah, where we have the 2023 edition of the Fujairah International Arabian Horsemanship. And we are heading now to the results for the last contender in this class. We are heading to the results for colleague number 165, Mohammed. Can we listen to the result with your voice? Of course, ladies and gentlemen, colleague number 165, Jad Al-Zubair, sired by SMA Magic One out of Azima Al-Zubair, probably owned by Mazur Hamiz Al-Kabi. We have the marks for type 80.5, 5 times 19 and a 19.5. And for head and neck, 80.5, 19, 19.5, 19, 80.5, 19 and a 19.5. And for body, 70.5, 18, 70.5, 18, 70.5 and a 2 times 18. Then for legs, 2 times 15.5, 2 times 15, 15.5, 15 and a 15.5. And for movements, 80.5, 2 times 19, 80.5, again 2 times 19 and a 19.5. Jad Al-Zubair scores a total of 90 points. وتصبح النتائج النهائية في هذا الشوط الخمسة الأوائل المركز الأول لفهد ياس لبخيت سعيد نوبي الكتبي ب 91.2 المركز الثاني كان من نصيب رقم 161 رسان الزبير لفهد شنوان الشمري ب 91 نقطة المركز الثالث
برقم 156 اي جي انمار لخالد غانم مبارك العميري 90.9. المركز الرابع ذهب لداني الزبير لجميلة الرشيد 90.8. والمركز الخامس رقم 163 غيث الريماس لعويص الدرعي 90.7. We'd like to welcome in the arena here in Fougerard, the top five in this class of the three-year-old colts Section A, with a winner in this class with a score of 91.2. Congratulations to Vadias. Category number 164. Congratulations to Vagizit Alkebi. Then on the second place with a score of 91 points, Razan Zuber. Category number 161. Congratulations to Fahed Sawan Al-Shimari. Then on the third place, with a score of 90.9, A.G. Anwar. Category number 156, congratulations to Khaled Ghanem Al-Omeri. Then on the fourth place, with a score of 90.8, Daniel Zober. Category number 159, congratulations to Jamila Mohamed Rashid. And to complete the top five, with a score of 90.7, Gaid Al-Rimaz. Category number 163, congratulations to Wael Salam Al-Dari. Ladies and gentlemen, the top five here in this class. We also like to welcome in the arena His Excellency Ghalifa Noemi, the CEO of the RM Stud Farm, to hand over the trophies. It is top five of the three-year-old colts, Section A. إذن الآن ندعو سعادة خليفة النعيمي المدير التنفيذي لمربط الأريام للخيول العربية. وبمعيته سعادة علي مصبح الكعبي نائب رئيس اللجنة العليا منظمة لهذه البطولة لتتويج الحاصرين المراكز الخمسة الأولى. شاهد على الشاشة الآن سعادة خليفة النعيمي مدير التنفيذي لمربط الأريام للخيول العربية. تتويج الآن للمركز الأول فهد ياس لبخيث الأكتبي. شاهد أيضا أنجال بخيت تسلمون الجائزة، جائزة فهد ياس المركز الأول شوط المهور بعمري 3 سنوات في ألف. الآن مع تكريم رسان الزبير لفهد شنوان الشمري الحاصل على المركز الثاني. والآن مع تكريم اي جي انمار لخالد العميري المركز الثالث. والآن مع تكريم المركز الرابع رقم 159 داني الزبير المملوك لجميل الرشيد. والآن مع تكريم حاصل المركز الخامس غيث الريماس المملوك لعويص الدرعي. نعم الشكر الآن إلى سعادة خليفة النعيمي المدير التنفيذي لمربط الأريام للخيول العربية. المتابعين الأعزاء من خلف الشاشات الحضور الكريم، وصلنا إلى آخر الأشواط.